بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الأردوينو، هنتكلم فيه عن الكيباد أو لوحة المفاتيح. الغرض من لوحة المفاتيح أو الكيباد هو إدخال حروف الأرقام لبوردة الأردوينو أون أو المايكرو كنترولر بصفة عامة، وفي منها أحجام مختلفة. في منها الحجم اللي قدامنا ده على الشمال 3×4، يعني إيه 3 أعمدة، 1 2 3 في 4 صفوف. وفي حجم تاني 4×4، 4 صفوف في 4 أعمدة. دي الطريقة اللي بيتم بيها توصيل المفاتيح اللي موجودة على الكيباد. بيرتب لي المفاتيح في صفوف، ادي اول صف عندي اللي هو R1، تاني صف R2 وR3 وR4. بيجي على المفتاح الاولاني هياخد طرف منه، والمفتاح التاني ياخد طرف منه، والمفتاح التالت ياخد طرف منه، والرابع ياخد طرف منه، يوصلهم مع بعض. يبقى انا كده عملت الصف الاولاني اللي هو R1. اللي عملته هنا في R1 هكرره بعد كده في R2 وR3 وR4. يبقى كل مفتاح متاخد منه طرف داخل على صف، يبقى 4 مفاتيح على صف واربع مفاتيح على صف واربع مفاتيح على صف وهكذا. الطرف التاني من المفتاح اوصله مع الطرف التاني من المفتاح اللي تحته مع الطرف التاني من المفتاح اللي تحته وهكذا. يبقى انا اخدت الطرف التاني من كل مفتاح مع بعض في عمود واحد اللي هو C1. نفس الكلام هكرره في C2 وC3 وC4. يبقى انا دلوقتي عندي 4 سلوك خارجين، كل واحد منهم بيمثل لي صف، و4 سلوك تانيين خارجين كل واحد منهم بيمثل لي عمود. في حالة الضغط على مفتاح من المفاتيح ديت، لو ضغطت على المفتاح رقم 1، يبقى انا كده وصلت ما بين C1 اللي هو العمود الاول وR1 اللي هو الصف الاول. يبقى انا لما اجيب الكيباد لازم اختبرها واعرف فين عند R1 والR2 والR3 والR4 والC1 والC2 والC3 والC4. بعمل ده عن طريق ان انا بجيب المالتي ميتر واظبط المؤشر بتاعه على البزر، وابدأ احط طرف من الافوميتر على سلك واختبر بالطرف التاني الاسلاك التانية. هدوس على مفتاح وليكن المفتاح رقم 1 وابدأ اقيس او احط الطرف على الاسلاك التانية لغاية ما اسمع صوت صفارة طالعالي من البزر. يبقى انا في الحالة دي ايه؟ كنت موصل ما بين عمود وصف. لو انا اثبت ايدي على الطرف الاولين زي ما هو مغيروش، وانقل الطرف التاني على السلك اللي جنبه، لو سمعت صفيرة يبقى انا كده عرفت ان في عندي R1 معايا في الطرف الثابت، وعرفت احصل C1 وC2 وهكذا لغاية ما اجيب C4. طب لو ما سمعتش صفيرة لما نقلت، يبقى C1 ده هو الصف واللي كنت مثبته هو العمود، وابدأ اكرر لغاية ما احصل على جميع الصفوف والأعمدة. بعد كده الشكل ده بتاع الكيباد بيقول لي أو بيوضح لي إن هو بياخد كل صف ويطلع منه سلك، كل صف ويطلع منه سلك. يبقى عندي هنا 4 صفوف ب4 أسلاك، وبعد كده بياخد كل عمود ويطلع منه سلك، يبقى عندي 8 أسلاك. دي هي 4×4. دي الكيباد اللي أنا بستخدمها، هي عبارة عن 4×4. السلوك اللي طالع منها موضح عندي في الرسمة ديت، أول 4 سلوك على الشمال هما الأعمدة، تبدأ من 1 2 3 4، وأول 4 سلوك من على اليمين هما الصفوف 1 2 3 4، موضحين عندي على الشكل ده. يبقى 8 سلوك، أول 4 فيهم أعمدة والأربعة اللي على اليمين صفوف. الرسمة دي بتوضح لي مخطط الدايرة اللي احنا هنشتغلها، بوردة الأردوينو أونو ومتوصل البنات بتاعتها بالكيباد. احنا قلنا ان احنا عندنا 8 سلوك، اول 4 الشمال هيبقوا الأعمدة والأربعة على اليمين هيبقوا هم الصفوف. ده بالنسبة للكيباد اللي معايا. طبعا الكيباد اللي معاك هتختبرها وتعرف فين الأعمدة وفين الصفوف. هنلتزم بالترقيم ده واحنا بنكتب البرنامج. هقول له هنا الكيباد بن، انا عندي 8 سلوك طالعين من الكيباد من اول 1 لغاية 8، الاربعة الاولانيين هم الكولوم او الاعمدة، والاربعة الاخيرة اللي هم الصفوف.
طيب العمود رقم واحد هوصله بالطرف رقم ستة على الأردوينو أون اللي هو الطرف ده، هوصل عليه العمود رقم واحد. يبقى شوف العمود رقم واحد عندك فين في الكيباد بتاعتك ووصلها بالبن رقم ستة. السلك او العمود رقم اتنين بتاع الكيباد هوصله بالبن رقم سبعة على بورد الاردوينو اون، والتلاتة من الكولون هوصله بالبن رقم تمانية، والاربعة هوصله بالبن رقم تسعة. صف هبدأ اللي هو صف رقم واحد اللي هو رقم خمسة عندي هنا في العد، هوصله بالبن رقم عشرة على الاردوينو اون. صف رقم اتنين اللي هو ستة هنا في العد هوصله بالبن رقم 11 على بوردة الاردوينو اون، والسبعة بالاتناشر، والصف الاخير بالتلاتاشر. هناخد نوع من انواع البيانات. احنا خدنا في الفيديوهات الاولانية انواع البيانات، خدنا منها البايت والانت والفلوت، كنا بنمثل بيهم المتغيرات اللي بيتخزن فيها قيم رقمية. هناخد نوع تاني اسمه تشار او اختصار لكاركتر، ده بخزن في المتغير بتاعه قيمة نصية او حرفية، وبيتكتب بالطريقة دي. بقول له تشار اكس ده اسم المتغير، يبقى الشار دي الطيب اكس بتساوي ايه، واحطها بين علامة تنصيص مفردة او سنجل كوت، يبقى دي قيمة نصية او حرفية هتبقى موجودة عندي في المخزن او المتغير اللي اسمه اكس. لو انا جيت وعملنا متغير تاني سميته واي وحطيت هنا تمانية، تبقى بين سنجل كوت تمانية دي مش قيمة رقمية، دي هتبقى قيمة نصية او حرفية. في مكتبة هنستخدمها بتسهل التعامل مع الكيبات، المكتبة دي هنزلها من اللينك اللي قدامنا دوت playground.arduino.cc بعد كده سلاش uploads سلاش code سلاش keypad.zip. بعد ما انزل الملف المضغوط دوت هبدأ افكه، اخد الفولدر بعد ما اتفك واحطه فيه arduino libraries، ده موجود عندي على السي في البروجرامز فايل. دلوقتي كده المكتبة جاهزة ان انا استخدمها عندي في السكتش. في مجموعة من الخطوات الأساسية اللي أنا هكتبها في كل سكتش هستخدم فيه المكتبة دي عشان أتعامل مع الكيبات. أول حاجة هنضم المكتبة عندنا في السكتش، هنقول له شباك انكلود علامة الأصغر من كيباد دوت اتش، وخلي بالي إن الكي كابيتال، بعد كده علامة الأكبر من. بعد كده هقول له أعرف عدد الصفوف والأعمدة بتاعة كيباد اللي أنا هشتغل بيها. إحنا عندنا الكيباد اللي هنشتغل بيها 4×4، هقول له كونست بايت روز بيساوي أربعة، خلي بالي كلها كابيتال. كونست بايت كولز سي او ال اس بيساوي أربعة، وبرضو كولز دي كابيتال. بعد كده هنعمل مصفوفة هنخزن فيها الأرقام أو الحروف اللي مكتوبة عندي على الكيبات، بنقول له تشار كي ماب ده اسم المصفوفة، تشار ده الطيب اللي هو كاركتر نوع حرفي او نصي، وافتح قوسين، القوس الاولاني احط فيه الروس اللي هو عدد صفوفه، القوس الثاني احط فيه كولز اللي هو عدد الاعمده. بعد كده ابدا اكتب عناصر المصفوفه، اخد الصف الاولاني جوه اقواس مجعده واكتب البيانات بتاعته. اول حاجه عندي في الكيباد رقم واحد، بحط واحد من علامه تنصيص مفرده، قما اتنين، قما تلاته، قمة ايه، واعمل قمة كده انا كتبت الصف الاولاني. ابدا اكتب بقيه الصفوف الاربعه التانيين واقفل القوس بتاع المصفوفه. بعد كده هعرف اطراف بورده الاردوينو اونو اللي متوصله بالصفوف وبالاعمده. بالنسبه للصفوف هقول له بايت رو بنز وافتح قوس واكتب جواها روس، يبقى كده عملت مصفوفه هكتب جواها ارقام البنات المتوصله بالصفوف بتاعت الكيبات. يبقى الصف الاولاني ببدا بيه اللي هو رقم 10، بعد كده الصف الثاني رقم 11، الصف الثالث رقم 12، الصف الاخير رقم 13.
اعمل نفس الموضوع بالنسبة للأعمدة واعمل مصفوفة الطيب بتاعها بايت وسميها كول بنز وجواها كولز، هيساوي العمود الاول ابدأ بيه رقم 6، بعد كده العمود التاني 7، العمود اللي بعديه 8 و9. يبقى انا كده عرفت البنات اللي متوصلة بصفوف الأعمدة. اخر حاجة بقى اعملها ان انا هبدأ اعمل اوبجكت من الطيب كيبات. الكيبات ده اللي احنا كنا ضمناه في اول سكتش، بسميه اي اسم، فانا هسميه هنا ماي كيبات. بعد كده بقول له يساوي كيبات، ده امر موجود جوه المكتبة، افتح القوس اقول له ميك كيبات كيماب، خلي بالي من السبيلنج والكابيتال بتاع الكي، واحط بين قوسين اسم المصفوفة اللي احنا كتبنا فيها الارقام او الحروف اللي موجودة على الكيبات بتاعتي، اللي هو اسم المصفوفة ده. بعد كده بقول له رو بنز اللي هي المصفوفة الأولانية دي، بعد كده أقول له كول بنز المصفوفة التانية، بعد كده أقول له الروز اللي احنا كنا قلنا عليهم ار بيساوي 4 والكولز بيساوي 4. نبدأ نتعرف على الأوامر اللي احنا هنشتغل بيها. أول أمر عندي اسمه ويت فور كي. الأمر دوت بأول ما بيتكتب في البرنامج ويجي البرنامج ينفذه بيعمل لي تعليق للبرنامج، يوقف استمرار تنفيذ البرنامج لغاية ما يحصل لي ضغط على الكيبات. أول ما يحصل ضغط على مفتاح في مفاتيح الكيبات يبدأ الأمر دوت أو الويت فور كي يرجع لي بالرقم اللي مكتوب على المفتاح، سواء كان 1 أو 2 أو 3 أو إيه وهكذا. وبعد كده يخزنه في متغير ويبدأ بعد كده ينفذ لي أو يكمل لي تنفيذ بقية البرنامج. طب هو هجيب اسم المفتاح منين؟ من المصفوفة اللي أنا كنت مخزن فيها الأرقام اللي مكتوبة على المفاتيح. طيب في أمر تاني اسمه get key. get key بيعمل نفس العمل بتاع الويت فور كي فيما عدا إن هو ما بيعلقش تنفيذ البرنامج، يعني البرنامج بيتنفذ أول ما يصادف الجيت كي. لو المستخدم ضغط ساعتها على مفتاح الجيت كي يرجع لي الرقم المكتوب على المفتاح اللي المستخدم ضغط عليه ويخزنه لي. طيب الامر ده بيتكتب ازاي؟ الويت فور كي بنقول له تشار ده الطيب، كي ده المتغير، بيساوي ماي كيباد ده الاوبجكت اللي انا كريته، قول له دوت ويت فور كي. الجيت كي بنقول له تشار كي بيساوي ماي كيباد دوت جيت كي. طبعا اسم المتغير انا حر اسميه باي اسم زي ما انا عايز. دي الدائرة اللي انا عايز اعملها، ادا الكيباد موصلها بوردة الاردوينو اونو. لما اضغط على اي مفتاح من مفاتيح الكيباد يظهر لي رقم او المكتوب على المفتاح على شاشة السيريال مونيتور زي ما هنشوف في الفيديو كده. اضغط على المفتاح رقم 1 كتب رقم 1 2 2 3 ايه، كل ما اضغط على مفتاح يتبعت ويتكتب عندي على السيريال مونيتور. ده السكتش بتاع تشغيل الدايرة. الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دي هي نفس الكود اللي احنا شرحناه في السلايدز اللي قبل اللي فاتت. بنضمن المكتبة وابدأ اعرف الثوابت والمتغيرات والمواصفات اللي هنشتغل بيها. احنا شرحنا لغاية هنا، لغاية ما عرفنا الاوبجكت وقلنا ليه الخطوات الاساسية اللي بنعملها في كل سكتش هنستخدم فيه المكتبة. بعد كده هنبدأ الدوالي الاساسية، نقول له void setup serial dot begin 9600 ده عشان اقدر اتعامل مع شاشة serial monitor. بعد كده هقول له void loop، بقول له char كي كده اسم متغير اي اسم انا بختاره، ما الطيب بتاعه char كده معناه ان هو هيبقى كاركتر متغير حرفي او نصي، بيساوي my keypad. my keypad ده الاوبجكت دوت اللي انا كريته dot get كي. كده لو المستخدم او اليوزر ضغط على مفتاح على الكيباد اثناء تنفيذ الامر ده جوه اللوب يبدا الامر ده يرجع لي القيمه اللي مكتوبه على المفتاح ويخزنها لي في الكي. بعد كده بقول له
طيب لو ما كانش في حاجة مضغوط عليها يبقى الكي مفيش جواها حاجة. بعد كده بقول بختبر الكي اشوف جواها حاجة ولا لا. في عندي هنا ثابت اسمه نو اندرسكور كي، ده موجود في اللايبراري. نو كي يعني ايه؟ يعني مفيش ضغط على اي مفتاح. فانا بقول له اف كي لا يساوي نو كي، يعني دلوقتي انا ضاغط على مفتاح، بقول له ايه بقى؟ بقول له سيريال دوت برنت لين، اطبع لي قيمه المفتاح ده على شاشه السيريال مونيتور. طب لو انا مش ضاغط خلاص ما تعملش حاجه، ويبدا ينفذ اللوب. يبقى اللوب ده هتتكرر باستمرار لغايه يجي على الامر هنا. لو في ضغط على مفتاح يبدا يخزنه لي في الكي، ما فيش ضغط على المفتاح يبقى الكي عندي فاضي. شكرا جزيلا.